جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا جاء مصل خلف الإمام بعد أن فرغ الإمام من قراءة الفاتحة وبدأ في الآيات التي تعقب الفاتحة، هل عليه أن يقرأ الفاتحة أم يستمع إلى القرآن من الإمام، علما بأنه لم يحضر قراءة الفاتحة كما أسلف؟ جزاكم الله خيرا. هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم أم أنها تكفي قراءة الإمام ويستمع إلى قراءة الإمام؟ والأحوط له إذا سمحت له الفرصة أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، فهو يحرص على قراءتها، وإذا لم يستطع قراءتها فإن قراءة الإمام تكفي إن شاء الله.